يعني الحجاب الحاجتين اللي ما حصلش فيهم اختلاف عشان يحصل فيهم اجتهاد، الحجاب وطاعة الزوج. والله صدقوني مش عارفه ان الحريم هتزعل، طاعة الزوج طاعة واجبة بأمور العلماء طالما ما بيأمرش بمعصية، فاختاري اللي هتطيعيه. طب خلاص اخترنا والفاس وقعت في الراس، هنعمل ايه؟ سبع عند الله. طاعتك لزوجك تنجيك في الدنيا وفي الآخرة، طالما مش ما... طالما مش مش ضد قال الله وقال الرسول. وهو الراجل عايز يقولك عايز الطيعة، حاضر يا عم كذا وكذا انت حر، بس انا بقولك بس الصح كذا وانت حر برضه، بس هو اصل ده هتبقى مصيبتها مصيبتين، بس برضه انت حر، انت يعني عمل سمعت كلامه اهو بتقولها لك واسمعك وسمعت الكلام والدنيا باظت وقرارك كان قرار صح، عماله تزل فيه ليه؟ ولا قاري يشوفك بسبب انت مش هتكلم. الشيخ السعد عليه رحمه الله قال ببركه طاعه الزوج حتى للقرار الخاطئ دنيويا، انتوا اعلم بامور دنيا، حتى بالقرار الخاطئ يعود عليك بالبركه برحمه ربنا سبحانه وتعالى انت واولادك، الا اذا كان قرار ضرر متعدي علي في الحال او في المستقبل علي او اولادي. الضرورات الخمس ونحسبها وكل حاجه على حسب يعني مشكلتها الخاصه. الامر الثاني اللي ما حصلش فيه اجتهاد الحجاب. الحجاب فرض زيه زي الصلاه، اقول من بعد 13 سنه غلط، ده انا من سن 4 سنين وانا بقول يودي تعالي شوف السجاده الجميله ويلا بقى الخمار التحفه المزركش احط لك عليه الورده الحمراء بالخمار الجميل وبتصلي والعيال الصبيان الصغيرين بيعملوا يا ماما هاتيلي زيها يا ابني انت واد يا ابني ماشي جاب له الطاقيه تمام. لكن من سن 4 سنين وانا بعلم سن التمييز هي شايفاكي اصلا بطلع البلكونه حاطه حجابي طالعه مش عارفه ايه بعمل. فالام استاذه العلم الاول والمعلم الاول في حياه البنت الام، زي ما بتشوفك محترمه مع الاب صادقه بتتكلمي كلام موزون بحجابك صلاتي وتسيب الدنيا وتسيب الغسيل وتسيب المتجاز وتروحي علشان الصلاه، هي شافتك كده فبتعمل كده. يبقى انت رقم القدوه رقم واحد. رقم اتنين في موضوع الحجاب خلينا واقعيين يا اخوات وخلينا نعم، يعني دلوقتي احنا كنا بنلبس مثلا مجرجر وبنلبس طويل ولازم يعدي بوز الحذاء، انا عندي كنت بعمل كده في مصر، هنا الامر ده صعب صعب لما هاجي البس حاجه طويله في يوم شتاء ها بهدل ليه يا حبيبتي؟ ده الميه اللي ده لو مش ده لو ما فيش تلج الميه عدت الحذاء وجت لنص الركبه ورايحين ما شاء الله مصيفين لنص الركبه وبعدين 100 ليره كشف ومش عارفه كام علاج وهيصه جميله يعني ما دام الصح ده مش من المنطق. البس اللي ما يعملش ويعمل حتى يعني كانت سمعت واحده تركيا بتقول لها ان دي مش من النظافه يعني البسي الامر تمام بس اهم حاجه رجلك ما تبانش. البسي عايزه الكعب الماشي اللي هو بيرفع مش الكعب اللي لا اللي هو كله بكده عشان ما تعمليش رجلك كده يبوظ الحوض بتاعك ده لا ده لا. حتى اللي برد دلوقتي بقى عالي صحيح 3 سم 5 سم بعيد عن ميه وعن التلج بس كل رجلك بسوى واحد مش كده الرجل بتاعت كده دي مش بتاعت الوضع ده خالص. بنعمل لكم حلقه للزوجات نقول لكم تلبسوا ازاي لكن ده غلط حتى على تقسيمه الحوض ذات نفسه. طيب البسي وتحته البنطلون حبيبتي عشان الدنيا اما تطير يا ماما، البسي الليجل البسي السكيني تحت تحفه جدا اغلى من اللي بره ده شوفي بكام ثمنه طب معدي 300 ليره البسي هاتي يا ستي من البيت مي حلو البيت مي اسعاره كويسه حلو اللي سي بتاعنا عمره فندي بتاعنا حلو دي فاكتو اي حاجه هاتي تلبسي ده ما يبانش رجلك رجلك دي غاليه لحمك ده غالي والحاجه المناسبه. هو في وصف للحجاب واسع فضفاض لسه بنات بيكلموني امهم حلفت ايمانات الله ما عامله وهتطلق من ابوهم لو ما لبس ليه ما الامر فيه براح طالما لا بلبس الملفت ولكن انا عايزه اقول لكم ان الزعفران في بلاد الجنوب ما هوش ملفت الزعفران الفسفوري والبرتقاني هم بيلبسوا كده شوفيهم في الحرم كلهم شبه بعض البرتقانيين والحمر في الجنوب طالما مش ملفت في قلب المكان طالما مش لازق
تمام كده، طالما كده. طب عايز البس البناطيل، تمام يا شاتم، البس الواسع الطويل ما يبينش، جيب بنطلون، بس جيب بنطلون تحتيه والفيست عليه لحد هنا، والبس الفيست الطويل اللي هو بعد بعد الركبه، تمام، ده طويل عليه علم، تمام، كان ما يبقاش مجسم، ما تحطليش الحزام والدنيا تبقى ما بقى عامله كاس، ما ارفعش المخنوقه والمشنوقه والمدلوقه وال داري الصدر يا بنتي، ده تمام مره في مره، واروح معاها، واروح معاها في المكان اللي تختار فيه الصح، ما فيش ميزان، نظام الاكس لارج والبتاع، الشميز الواسع، التيشيرت الواسع والشميز، انا عندي بنتي ما بتعمل ماشي تمام كله واسع تمام اوكي، لكن هاجي احكم على امر معين وهو كذا وما فيش، لا هنخسرهم في الوضع اللي احنا فيه، ما فيش بيئه. فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون، حديث النبي، ليه يا النبي عليه الصلاه والسلام، ليه الواحد منا ب 80 من الصحابه، اللهم اجعلنا منهم واياكم، قولوا امين، تبقى ساعه اجابه اللهم امين، قالوا له يا رسول الله الواحد منا ب 80 منهم، قال لا، الواحد منهم ماسك على دين ب 80 منكم، ليه؟ قال لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. فنراعي النفسيه وراعي البنت، ايه عايزه برمح ومال، وانا مش ضد اي الكلام ده، بس ما تدخليش امك نار ولا ابوكي نار. الراوتر نفس الكلام، لازم اشوف الهيستوري ده في ايه، وبيمسحوا الهيستوري ده، انا لا وماله، ده في دلوقتي برامج تجيب، انا ايه اشوف الدنيا ايه، شوف عيالي بيتفرجوا على ايه، بيخشوا على ايه، بيعملوا ايه، ده من حقي، ما ينفعش تمن راوتر وتمن نت وتمن باقه وادخل وتدخلوني بيها نار، ما تجيش تقولي كذا واعمل، لا انا وانت عشان نخش جنه. ودايما اربط اخر حاجه يعني هتكلم فيها، القدوات يا اخوات، القدوات لازم يبقى في حال بناتنا رموز وقدوات. تحب مين من الصحابيات ونتكلم عنها، نتكلم على كل الصحابيات، عايزه تطلعي سترونج اند مين وتتعملي، يلا عندك السيده خديجه، معقول؟ اه والله تجاره السيده خديجه كانت تعادل تجاره رجاله قريش كلهم، وكان يعني مش عايزه اقول لك كلمتها تمشي عليهم، وهي التقيه الصالحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رزقت حبها، اللي بشرت بقصر من قصب من لؤلؤ مجوف في الدنيا، ما هتموت اهي وتشوف، لا لا لا، عشان احنا كمان نعرف ادي زوجه صالحه وست والنبي، ولم ينساها النبي صلى الله عليه وسلم. عايزه حد من 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 جيتها، تعالي شوفي، تعالي شوفي النماذج القدوه، تعالي اما اقريها مقالات صحفيات في فرنسا بيتكلموا ايه عن المراه المسلمه الحق، بتقول له انتوا نساء، انتوا حريم فعلا، احنا انا اللي بجيب ثمن البنزين، وانا اللي اعمل الشغل، وانا اللي بعمل كذا، وانا بعمل كذا، وانت ليكي اب وليكي اخ ملزم شرعا ودينا، يبقى احسسها بقيمه قد ايه انت جوهره في الاسلام. كل ده طبعا يعني محتاج تحته 200 مليون ساعه، ولكن البدايه خطوه، ما غاب من حد، واللي هيبتدي احسن من اللي ما جاش واحسن من ما ابتداش. فنبتدي اول حاجه نأصل الحب الغير مشروط، تاني حاجة منظومة الثقة، تالت حاجة القيادة، أنا كأم في البيت بعمل إيه؟ تعلم الأنوثة، أقول لها تعال تعال ما نقرأ، ما فيش مشكلة، يلا افتح لنا يا بنت، إتيكيت إيه يا بنت اللي بيقولوا عليه ده، تعالي افتح لنا وشوفي إيه الكلام، إتيكيت الكلام، السفرة، تقديم المشروبات، الكيكات والحاجات البستري، بيتاكل بيقول لك بالشوكة، غلط، احنا ما بتاكلش بالشوكه، مع ان كلنا فاهمين ان كل التطلي بيتاكل غلط، مش بالشوكه، بالمعلقه والله، وشكل المعلقه بتاعه البستر الطويل ايه، وشكل المعلقه بتاعه الثانيه ايه الصغيره، حلو انها نعرف الحاجات دي، وحلو انها تتعلم وتشغليها بانوثتها، ما تتخلاش عنها.